أبو كنان يرحب بكم. لو كنت جديد أول مرة بتشوفني ما تنسانا من دعمك بلايك، لو كنت عامل لايك مش مشترك اشترك، لو كنت عامل لايك ومشترك يا سيدي تفضل، هاي أحلى مشمشة. تحيات لإلكو وأهلا سهلا فيكم مقطع جديد من لعبة راف. طبعا زي ما انتم شايفين أنا غيرت كتير كتير في اللعبة. ليش عمل الدرجة ده هون؟ مشان كان في جزيرة بدي أطلع عليها ما قدرت أطلع إلا عن طريق الدرج هذا، فلهيك عملتها. وزي ما انتم شايفين قاعد ببني زي بيت هون، كبرت السفينة، عملت صناديق أكتر، بس لكن برضو يعني مليانات، يعني أغلب إنهم مليانات. وعملت شبكة كتير، حاليا بقدر ألوت براحتي بدون ما أتعب حالي كل شوية صغيرة أرمي هيك ولا أجيب خشبة أو أجيب شغلة، لا كله بيعلق في السفينة وهيك أريح لإلي. شوفوا مثلا طلع ديش دلوت هلا، شايفين طلع الكمية، طلع الكمية، خلص أنا امتليت هيك 20 ورق، 20 15 40 بلاستيك، وعش في هون 20 خشب كمان، وهون 20 بلاستيك. يعني الحمد لله رب العالمين هيك التمام التمام. طبعا قعدت عليها فترة طويلة طويلة لأوصل لهيك مرحلة، طورت السفينة طورت كل شيء، ما تسرعت زي أول ورحت على جزيرة وغامرت في حالي وضيعت حالي، لا ما غامرت في حالي. حاليا معي حجر، معي كل شيء، أي جزيرة بنقدر نروحها حاليا بكل سهولة. طبعا بدي شوية حجر والله أنا برضو هلا، منشان بدي أنا وياكو نظبط البيت اللي فوق. بدنا نسوي هاي، أوكي بدي أعدل البيت أنا وياك، وهذا هاي مركبها أنا بالعكس فلازم نقيمها، فبدنا نحط واحدة بدالها من هون. تمام، كل الأشياء القديمة هاي ما عجبتني، الخشب هذا ما عجبني، فحسيت اللي عليها ورق هاي أحلى كتير من الخشب، عشان هيك بدنا نشيل الخشب كله، نشيل الخشب كله ونسويها كلها ورق. يا بي القرش هذا اقسم بالله يعني اصعب اشي في الدنيا، كل شوي كل شوي بيجي بكسر الدنيا كل شوي. صحيح بدي اورجيكم انجازاتي، صحيح ثواني بدي اورجيكم انجازاتي. طلعوا 1 2 3 4 5، 5 قتلت. اوكي الدنيا قربت ليل، فخلينا نخلص هدول على السريع. هلا نبلش نبني هاي. تمام، نفكر هون اسوي شغله ثانيه اللي هي هاي، زي هاي هيك، شو رايكم؟ خلينا اول شيء نروح ننام. اوكي في مي، لازم نحط اكل على النار منشان لما نصحى نلاقيه جاهز. ننام ونصحى بنصحى جوعانين، شايفين كيف؟ اوكي بدنا هات هاي ناكلها، نسلك حالنا فيها البطاطا. حط لي مي هوني، هات اللوت هذا كله. الشبك هذا فادني كتير، الشبك هذا للأمانة فادني كتير، بدل ما أضل نازل طالع ألوت وكل شوية صغيرة، فهيك أريح مليون مرة. أوكي أنا شايف إنه هيك أحلى، بس لكن بدنا نخرب هذا مركبه أنا بالعكس السلم، فبدنا نركب واحد تاني. أوكي من هون، أوكي هيك هيك تمام. طبعا بدنا هون صحيح زي هاي، ما في مسامير، خلينا نروح نجيب حديد لنعمل مسامير. بدنا علب حديد، ما في علب حديد، ما في علب حديد، هذي خلينا نشيلها. تمام احنا بس بدنا نعمل الواجهة، خلينا نطلع فوق نسويها من فوق. ونسوي هاي، لا هاي ما بدنا اياها هون، بدنا الزاوية هون. اوكي هلا بطعميك، اوكي ماشي ماشي. شربوا مي من مرة لانه جننا. حط لي هالاكل هون يظبط لي الوضع. زي ما انتم شايفين البيت، بس هاي الزاوية بدنا نغيرها هلا لان انا غلطت فيها. طلع القرش، طلع يا الله على القرش ما ازنخه. اوكي خلينا نسوي اللي هي هاي زاوية تكون هيك. هيك هيك ايوه، وهون بدنا نسوي اللي هي هاي هيك. تمام
ما بدي اسكر هذا كله، بدي اخليه مفتوح من النص انشان لو بدي اطلع فوق جزيره او اشي يمكن يكون مناسب لإلي هون، ولا حابب الوضع هون. بس بدي ايش مسامير حاليا، بدي شويه مسامير. هاي علب، معي 4 علب، بنقدر كم نعمل كم مسمار. عملنا 6 مسامير هون، من واحد هون ولا وين ما بعرف اذا لازم احط هون ولا لا. خلينا نشوف اول اشي من فوق اذا بينفع ولا لا. وين راح السلم؟ طلعني. اوكي لا ما بينفع. ايه ما بدنا هون اشي، بدنا هون اشي. لا ما هون بينفعش، لازم نحط لنا خشبه. هاي خشبه وهيك بنكون سكرناها. تمام هيك التمام. هلا هاي المنطقه الباقي بدي احطها خشب. ايش خشب واقف؟ ايه ما بدي خشب واقف، ما بدي يكون هيك. اوكي خلص الخشب عندي بس، لكن هيك ممتاز صح. هلا بنشوف بعد الاخر اشي بنشوفه انا وياكو. خليني اروح انا اشرب شوية مي لازمني وحط هون. وما في خشب، طيب خلينا نلم خشب. هات 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 هات. شايفين كيف صرت الم الموارد بكل سهولة؟ شايفين ها، بس بعدي على الشبك وخلص. هلا بنحط خشب هون او اوكي بنشرب مية. خلينا نحط مية على النار انشان تصفى. تمام وشوي صغير بنرجع نزرع. هلا خلينا نطلع فوق. وين؟ اوكي هيك تمام. خلينا نكمل مشروعنا هون. تمام شو رايكم؟ بس هو اللي مضايقني على فكرة اشي واحد اللي هم هدول، فبدي اشيلهم. هدول مضايقيني بدي اشيلهم ونحطهم هيك احلى. ايوه هيك احسن بكتير. شوف كيف منظر والله، بعيد شوي كيف بالله. طبعا راح انقل سريري. هات او لا، ما بدي اشيله، بدي اخذ سريري واحطه فوق. هذه خليها غرفتي، هاي بدي اخليها غرفتي. لا بس بدي اعدلك. ايوه هيك، هاي خليها غرفتي. هون بطلع بنام بظبط حالي. والله كيف حلو صح. بس هاي بدي اسوي واحدة زيها هون. ثواني ثواني ثواني، شيل لي هذا وعمل لي اللي هي هاي زي هاي. اوكي تمام هاي هيك. كيف روعة صح؟ ما تفكروا اني عملت كل هذا بالهين. يمكن حوالي 4 ساعات قعدت لاعمل هذا الاشي كله. اوكي ايش بدنا هلا؟ حاليا انا مفكر في اشي. لو بدي اكل اول اشي قبل ما افكر في كل اشي، انه هذا لما يجوع مشكلة. هذه لحمة القرش للي ما بيعرف، هاي لحمة القرش. لما اقتل القرش هاي لحمته. خلينا نزرع فجل، حط لي اياها هون عشان نزرعه. وبطاطا تمام. ترى الوسخ هذا والله وسخ. بدي اقوي الرمح اللي عندي، لازم اقوي. وعرفت شغلة جديدة، انه بعد ما يدمجها بقدر اني اصلحها. طبعا ما كنت اعرف انا، اذا كنتوا تعرفوا هذا اشي تاني انا ما كنت اعرف. في اشي هناك هلا والله. خلينا نعدل الشراع على السريع. اوكي يلا قربنا على القارب، قربنا قربنا تمام. اوه معي موارد فل انا. اوه شيل 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 يا مدير شيل. وهذه هون يلا تمام. ايش في؟ لا ما في. اوكي حصلنا برغي، هذا برغي بفيدني كثير. طيب الدنيا شكلها بدها تليل، خلينا نلم الموارد ونروح ننام. لهم بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا، بتمنى يكون مقطعنا اعجبكم. تحياتي لكم وسعد اوقاتكم جميعا. بتمنى ما تنسونا من دعمكم بلايك، ولو مش مشترك اشترك لصلك كل جديد. بعد ما شفتوه سوينا بيت جديد ان شاء الله في المقطع الجاي من زوج الجزيرة وهيك. تحياتي بنشوفكم بخير، سلامات.